عن الحادثة ينضم إلينا الزميل من هناك طارق الخفاجي. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني بداية طارق، ما الذي حصل بالقرب من قطارة الإمام علي بالتحديد، وهل هناك أعداد رسمية لعدد الضحايا إن وجدوا أو الجرحى؟ تفضل. نعم، مرحبا زميلي حسن. في حادثة جديدة لم تشهد مثيلها محافظة كربلاء من قبل، حصل انهيار هتان ترابي ظهر يوم أمس بموقع قطارة الإمام علي عليه السلام الذي يقع قرب بحيرة الرزازة ويبعد عن المحافظة قرابة 28 كيلومترا، حيث سقط هذا التل الترابي على مجموعة من المواطنين المتواجدين داخل المعلم، وكان الانهيار كبير جدا لتل انهار برمته على ما يسمى محليا بمزار القطارة، وأحاله إلى ركام وكلف الانهيار كتلة كبيرة أو صخور كبيرة من الأنقاض، شكلت عائقا كبيرا أمام فرق الدفاع المدني، مما دعاها استخدام الحفر اليدوي لإنقاذ المحاصرين تحت الركام. عمليات الحفر لإنقاذ المحاصرين ما زالت مستمرة، ولكن بحذر وببطء شديد بسبب الخوف من حصول انهيارات أخرى قد تهدد حياة من هم تحت الأنقاض حاليا، بعد أن تمكنت فرق الدفاع المدني وبعد جهد كبير ومستمر من إنقاذ طفلين من تحت الركام. الطفل الأول تم إنقاذه ليلة أمس، أما الطفل الثاني تم إنقاذه فجر اليوم، فيما ولغاية هذه اللحظة يوجد أكثر من 7 أشخاص، أغلبهم نساء محتجزين من عائلة واحدة طبعا حسن، محتجزين تحت الركام الذي خلفه الانهيار. فعمليات الإنقاذ مستمرة رغم ضعف الأمل بوجود أحياء من المحاصرين حاليا تحت الأنقاض. طيب طارق، هل هناك فرق ساندة لجهود الدفاع المدني في إنقاذ المواطنين المفقودين؟ لم أسمع سؤالك واضحا، لكن أعتقد تتحدث عن يعني جهود الدفاع المدني. هل هناك فرق ساندة لجهود الدفاع المدني في إنقاذ المواطنين المفقودين؟ نعم حسن، مدير الدفاع المدني طبعا كنا متواجدين لغايه الساعه 4 صباحا في موقع الحادث، وكنا بمدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، حيث اكد لرشيد ان هنالك 30 فرقه اطفاء واكثر من 150 رجل اطفاء ومنقذ من كربلاء والنجف وبابل والمثنى، وسيتم بعد قليل بعد الساعه المقبله من فتح منفذ بهان أن تدخل الآليات والمعدات الثقيلة التي لم يتم إشراكها خوفا على حياة المحاصرين، فضلا عن أن المكان هو ضيق جدا. وأكد بوهان في تصريح خاص للرشيد أن الدلائل الأولية للحادث تشير أن سبب هذا الانهيار هو وجود رطوبة كبيرة بالمكان، بدليل أن المكان كان كما شاهدناه عندما كنا متواجدين كان المكان مشبع بالماء، وأنه كان سببا رئيسا بتخلخل التربة وانهيارها، مشيرا أنه سيتم التحقق من ذلك من قبل خبراء متخصصين لمعرفة السبب الدقيق يعني بشكل أدق. نعم، زميلي من كربلاء طارق الخفاجي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.